تصاعد كل عيب، ما نقولش كل عيب تاعنا، لكن ممكن ما يقدرش يشوف لنا السمول مايكرو. سجل الفلود مابينج للاسف في ليبيا مش موجوده، العالم بابا كله تو يخدم عليها. اريد كابستكتومي، فهذا هذا بالمراي نقدروا نشوف ستورو اوت ان في فيري سمول فوكس في البريس كان لوكس بي سي باي ذا ماموغرام. هذا وكانت هناك حلقه حتى في قناه الوطن وتحدثنا وتحدث السيد فوزي. الهدف من هذا اليوم العلمي كان هو تسليط الضوء على علاج الورم الثدي وانواعه وكيفيه التصرف معاه، بحيث ان دكتور النساء او دكتور النساء او دكتور الجراحه او دكتور الباطنه يكون عارف امتى يوجه المريض وامتى يتخذ الاحسن ليه والافضل وشنو يدير له بالضبط باش شنو يكتشف العلاج المرض بكري وياخذ المريض علاجه المضبوط، وفي نفس الوقت باش نسلط الضوء ان احنا من خلال هذا اليوم العلمي احتياجات المنطقة واحتياجات المنطقة لمركز الأورام الخمس، وإن شاء الله شنو بيكون في مركز الأورام الخمس، بحيث أن حاجات زي هذه شنو نقدر نقدمه لها في المستقبل إن شاء الله. كل ما تكون هايبو أكوك يعني عكس نوع النوم كيس إلا مثلا شيء بعد في الأب السويشن في هايلم هايلم هذا يعطيك أم وتخصص بس كانسل عندي تو اوبشنز يما اليوم كان يوم علمي كامل بخصوص أورام سرطان الثدي. نحن نعلم أن مرض سرطان الثدي انتشاره كبير في العالم كله، سيدة من بين كل ست نساء تصاب بهذا المرض عالميا. ليبيا فيها نسبة كبيرة حقيقة، ومشكلتنا مشكلة أن هي عملية الكشف المبكر لهذا المرض، وإذا تم الكشف عليه مبكر سيتم الشفاء بالكامل إن شاء الله. فكانت هناك أربع ورقات اليوم في هذا المحفل العلمي الذي حضروا العديد من الدكاترة والأخصائيين والمختصين والهيئات الإعلامية مثل حضرتكم والمؤسسات الخيرية. الورقة الأولى تحدث حقيقة وتحدث فهني عن بحث تطبيقي علمي على مدينة الخمس وزليطن ومسلاتة ومصراتة، بحيث تم الكشف على الإحصائيات الموجودة في أورام سرطان الثدي. والغريبة جدا حقيقة أن في هذا البحث أن تضح أن حتى بناتنا من 20 إلى 30 يصابوا بهذا المرض بخلاف دول العالم. لكن يعني هذا حيكون مردود كبير ان شاء الله عليه، بداية ولن تكون النهاية، سوف تلحقها العديد من الحلقات. في البري اوب ايفالويشن يعني شنو اللي بنشوف الاكستنت اوف ديزيز، وصلنا مش انكمبليت، شوف وين مازال